اليوم الاول ديال رمضان كي دايره الحركه؟ الحركه الحمد لله، ولكن ماشي بحال المعتاد، ناقصه بزاف، ولكن كاين ظروف باش ناقصه بزاف. الناس ما يمكنهمش بمرافق اخرى يجيو لهنايا، فهمتي، ناقصه شويه، ولكن اللهم لك الحمد. الله يشافي اللي مريض، والله يحد الباس، والله يرفع علينا سيدي ربي هاد الضرر ديال هاد كورونا، والله يرحم العباد كفى اجمعين يا رب العالمين. شو المحلات كي دايرين؟ شو الناس قايلين كاين محلش كاع سده؟ شو الدنيا هذا سد كاع مشى فحالو، هذا راه تابع ليا انايا، كنا راه مشى فحالو، قال لك ما كاين ما يدار، الناس كلها هذا اكثر يوم اكثر يا سادين، المسائل كلها ناقصه، هي من الديبار من النهار خرجنا وهي ناقصه. بالنسبه للحركه ديال رمضان ديال هذا العام ما كاينش اقبال كبير، ولكن الحمد لله يعني المنتوج راه متوفر في الاسواق، هذا هو اللي كاين. خص الانسان غير يحترم مسافه الامان اللي بينه وبين الاخر، وراه الامور غاده مزيانه الحمد لله، والبيع والشراء راه غادي في الطريق الصحيح الحمد لله، يكون خير ان شاء الله والله يحفظ بلادنا. كي جات اليوم النهار ديال رمضان؟ الحمد لله مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد. خرجتي في الصباح ولا دابا؟ يلا خرجت دابا كنتقدى اللي قسم الله. علاش خديتي؟ خدينا داكشي اللي غنحتاجو، شي شويه ديال الطيحان، شويه ديال الحوت، شويه ديال التمر، داكشي اللي غادي نحتاجو خديناه. واش لاحظتي انه ناقصه الحركه من هنا ولا؟ ولكن الحمد لله في مصلحتنا، في مصلحتنا باش ان شاء الله نرجعو كما كنا ويرجع كلشي كيف ما كان، والله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه. انا الشرقاوي انت بائع الحوت، كي كانت الحركه اليوم؟ شويه الحركه، ما الناس ما تجيوش بزاف اليوم، لان الناس كاع تاخذ ديورها، ما تنطرو ديو حتى لدارهم حنا الامبورتي. بسم الله خصنا ندو تنطرو، باش كازيو يهضروا، باش يبقى كازيو يهضروا ما يخرجوش، تنعاونوهم حتى حنا تنعاونوهم، تندو الحوت اي حاجه بغات نديوها لهم حتى للدار. تعيطوا بالهاتف الناس، الزبناء ديالنا تعيطونا بالهاتف، تقولوا بلا ما تخرجوا حنا نديكم الحوت حتى للدار. بالنسبه لرمضان هذه واحد 30% بالنسبه لرمضان الاخرين. والعثمينه كي كانت ديال الحوت؟ العثمينه مزيانه، كاين المشكل ديال الكروفات هو اللي غالي بوحدي، ما بين 170 حتى 200 درهم، الكروفات بوحدي هو اللي غالي. ما من لا ب 60 درهم، الصول ب 70 75. السردين؟ السردين 20 درهم. ما في المتناول، غير الكروفات هو اللي تقليل، صافي هادشي اللي كاين، هو اللي غالي. وتيبغيو دابا الناس في هذا الاول ديال رمضان بغيو يصوبوا الغنم، تيغلى شويه وصافي هادشي اللي كاين. واش هذا المنتوج تيجي كاين موجود؟ المنتوج الصياده كاينين؟ قليل المنتوج قليل، لان لي كروسيس ما تياخذوش الحوت بزاف، لان ما كاينش القهوي، ما كاينش لي زوطين، ما كاين والو.